مرحبا بكم. عندنا اليوم في العرض مقابل الاول ديال الفيلم الكوميدي السينمائي انا ماشي انا، فيلم اللي غادي يخلق ان شاء الله ضجه كبيره في الوسط الفني المغربي. فيلم ديال العائله بامتياز، فيلم كوميدي اجتماعي 100%. يكفي انه فخامه الاسم ديال الممثل ولا ديال الانتاج ديال مدام فاطمه بن كيران، ولا فخامه الاسم والاخراج ديال هشام جباري، يكفي انه يكون فيلم ناجح 100%. الاستواق ديال واحد كذاب، واحد نصاب، واحد خطير من نوعه، كينصب على العيالات، كينصب على ثلاثه ديال العيالات اللي مجوج بهم ليا ماجور ايديسيس وكاين دراري من دنيا بوتازوت، وهاد ثلاثه العيالات كيتفقوا كيمشيو كيحصلوا مجوج بمره الرابعه. دونك هادي لي ستوار اللي نقول لكم بغيف، ونخليكم حتى تشوفوا الفيلم كامل بلا سيكونس ديالو كامل. هو مصراحة اي دور كيخصك تكون عندك واحد الثقه في النفس باش انك تجسدو، انك تقرا سيناريو قبل، معيه ديال المخرج الجميل هشام جباري والمساعده ديالو، والانتاج الحمد لله اللي كان مخلي الممثلين في اريحيه تامه، فالحمد لله ما كانش شي صعوبات ليا كبيره، من غير اننا صورنا في شهر 7 في مراكش اكافاي، كان صعوبه شويه ديال الحراره والصهد و لي زانسيكت والعقارب كما بغينا نقولوا، ولكن الحمد لله الشكل هو خلاه يتقلب الفيلم كوميدي محض وناجح ان شاء الله 100%. خرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.